عليكم السلام بنات، مرحبا بكم معايا في قناتي عالم حسن نتيجة. انا جيت لكم من جديد في اول شيوة اللي هي الريب. الصيف الحمد لله على الابواب، فهذا الريب سبق لي حطيته في القناة ديالي، ولكن بغيت نعود نظرا لبعض الاخوات عجبتهم الفكرة فبغيت نعودها معاكم، وهو مجرب 100% من عند احد الإخوان الله يجزيه بخير، يعني قريب 100% من واحد المحل. فبقوا معايا بنات تشوفوا الطريقة. كنستعملوا بنات في هاد الوصفة هادي، كنستعملوا يطرة الحليب من الأحسن إلا كان عندنا الحليب البلدي. بغينا الريب يكون حلوة نستعملوا طبيعة الحال السكر غير شوية وصافي. بغينا ملح من طبيعة الحال كنضيفوا شو قليل من الملح. عندنا كيه ديال الفاني وعندنا الياغورت ديال الفاني، هادشي اللي غنستعملو خفيف ظريف ما فيهش تماره والنتيجه روعه بنات روعه. نفيدو الحليب بنات حتى يفاد بالمزيان، يعني نقصو عليه العافيه ونخليه حتى يفاد على خاطرو، ماعندناش مشكل بشويه عنينا ما نحركوه ما حتى شي حاجه، بحال غادي نشربو قهوه. في هاد الأثناء بنات غندوزو للمرحلة الثانية، خليكم معايا. المرحلة الثانية بنات غادي ناخدو إناء اللي غادي نخلطو فيه مثلا، وغنخليوه ما غاديش نستعملو إناء آخر، غنغطيوه ونخليوه بلا ما نكترو علينا المعين بزاف. فهاد الريب كان ما كنديروهش في الكؤوس مباشرة، هذا كنخليوه في القراعي أو كنديرو شي إناء كبير بحال هذا. كناخدو بنات العلبة ديال الياغورت ديال الفاني، حيت الفاني هو اللي كيطلع لينا الريب. كناخدو بنات كنضيفوه في داك الإناء اللي غنخلطو فيه. كنزيدو هاد الساشيه ديال الفاني، يعني عن جد ريب روعة ما نحتاجوش ناخدوه من المحلات. ما نعرفوش الوقت دابا خيابة البنات، ما نعرفوش شنو هو مخلط وشنو هو كاين وشنو ما كاينش. نفس ماشي مشكل ناخدو نفس، على فكرة الكروشي دائما في الأمان. شي نهار غنغلف حتى الكوزينه حتى هي. ناخذ معلقه صغيره ديال السكر، لان اصلا الياغورت فيه نسبه من السكريات. غنحركو بنات بالباتور او كيف كتشوفوا، سيبوا لي على السطح نحركو. غنستمرو بنات في التحريك حتى تندمج لينا السكر مع داك، غنديرو واحد الكميه قليله ما غنديروش بزاف. المهم بنات كل يطرد الحليب غنستعملو فيه علبه ديال الياغورت، كل يطرو هادشي اللي قال لي السيد. كتشوفوا بنات الحليب فاض، خليو حتى يفيض حتى طلع ديك الكشكوشه مثلا نقولو مزيان كيف كتشوفوا. سي بون اونطفيو عليه بنات، خليوه يبرد وندوزو للمرحله الاخيره. خلطنا بنات قليل من السكر مع العلبه ديال الياغورت، كيف كتشوفوا كيولي سائل. كنخليوه جانبا ونجيبو الحليب نخدموه شويه حتى هو باش يبرد لينا. نخلطو الى عندنا مثلا الباتور، الى عندنا الميكسور من الاحسن غير ولا غير معلقه ماشي مشكل، حيت هاد العمليه هذه اللي كتساعد الريب باش ينجح لينا 100%. يعني غنبقاو نحركو به بالطريقه هذه حتى يبرد لينا شويه. الصبر نصبروا شويه، ريحه بنات ديال الحليب البلدي روعه 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 روعه. يا ريت تستافدوا من البنات الا كان طبيعي من البلديه، كتعرفوا الناس اللي كيجيبوه، والزبده البلديه راهم الروعه ما كاين.
نستمروا بنات حتى يبرد لينا على خاطره، من نكملوش المرحله الاخيره وهو سخون ما يستقش لنا الريق، خليه حتى يبرد. غنبقاو نخلطوا بالطريقه هذه حتى نحسوا به برد، وعد نمروا المرحله الاخيره ان شاء الله. كملنا بنات من الخلط، ولا عندنا الحليب دافي، دابا ما عندناش مشكل الا كملنا المرحله الاخيره. غناخذوا الاناء بنات اللي فيه الياغورت وشويه السكر وساشيه ديال الفاني كتشوفوا، غادي نفرغوا فيه الحليب، راه ما نخافوش منه لانه دفى لينا بمره. وغادي نخلطوا من جديد كل العناصر، كنتمنى تكون الصوره واضحه. نخلطوا مزيان، عندنا الباطور كنستعمل الباطور، ما عندناش كنستعمل غير الخلاط اليدوي بهذه الطريقه حتى نكملوا. غادي نصدعكم بنات، غنستمروا بهذه الطريقه هذه، نخلطوا غير قليل ماشي بزاف، غير يندمجوا لينا العناصر. كملنا بنات المرحله الاخيره، وناخذوا شي بلاستيكه ولا سلوفان ولا بابيه، في الالومنيوم اللي عندنا من الاحسن نستعملوا بلاستيكه ولا سلوفان. دابا الجو سخون يعني العملية ان شاء الله تنجح لينا 100%. نقضوه مزيان، ونغطيه بشي فوطة او شي مانطا. الجو اصلا سخون يعني ما غنلقاوش مشكل، نغطيه بالطريقة هذه، نغطيه مزيان ونحطوه في شي بلاصه تكون دافيه ونخليوه مده ليله. الصباح ان شاء الله نشوفوا النتيجه، يعني نحلو عليه، لقيناه عقد غادي ندخلوه للثلاجه شويه عاد نستعملوه، نديروه في كؤوس او في قراعي صغار او اللي عجبنا، او نخليوه في نفس الاناء. لقيناه مازال ما عقدش، فغادي نعاودو نغطيوه ونخليوه ان شاء الله. غنتلاقاو بنات ان شاء الله في الغد الى حين الله، نشوفوا النتيجه. انا ما بغيتش نخدمه ونوريكم النتيجه، بالعكس بغيت نوريكم الخدمه عاد نشوفوا النتيجه ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. نولي نحط لكم وصفات خفيفه ظريفه على حساب الجيب، حنا عارفين الاسعار وعارفين المشاكل اللي عندنا، كنطلبوا من الله ربي يدير لينا حل، يسر لنا امورنا يا ربي. فنخليكم بنات ونقول لكم تصبحوا على خير ان شاء الله، غدا باذن الله لبقينا بالحياه غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. فالى اللقاء بنات.